ونحن نفهم أيضا بأن ما جاءت فيه نيكاراغوا لا يستند إلى الأسلوب المستخدم والمنصوص عليه في الاتفاقات الخاصة في القضاء الدولي، إذ أن نيكاراغوا قدمت رسالتها وتم إطلاع السفير الألماني عليها ولم يكن هناك أي دليل قانوني يمكنها من تقديمها للمحكمة وإقناع المحكمة بالرد عليها بناء على الولاية الممنوحة لها. فلا يوجد ما هو مادي، ما هو دليل مادي من أجل الخوض في الإجراءات الخاصة في هذه القضية. وكان هناك مؤتمر صحفي أيضا وتمت الإجابة على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بالدعوة الموجهة على ألمانيا، وكان الرد من قبل الممثل الألماني بأنه لا يوجد أرضية للرد على مثل هذا الادعاء، لأن هذا الادعاء يفتقر للأدلة والوقائع القانونية. وبناء على ما تقدم، ترى ألمانيا بأن مثل هذه القضية يجب أن يكون حاضر فيها الأطراف الثلاث دون تغيب أي طرف، ليكون هناك إمكانية لاستخدام ولاية المحكمة وإصدار القرار أو الأمر بشأنها، ولا يمكن أن نستخدم مينامور وغامبيا كسابقة يستند إليها في إصدار قرار أو أمر في هذه القضية. وبالتالي تحتاج إلى أن يكون هناك تنسيق واتصال على مستوى داخلي ومستوى خارجي لضمان وجود عناصر القضية الثلاث وعدم أو تغيب عنصر أو طرف واحد يبطل إمكانية مناقشة أو دراسة هذه القضية من وجهة نظر قانونية وقضائية. طبعا البيانات الأولية تهم المحكمة كثيرا، ولم تقدم هذه الأدلة في هذه القضية للبت في إمكانية إصدار أو قرار يتعلق بالإجراءات المؤقتة. أيضا وألمانيا دائما وأبدا تدعم القانون الدولي وحل الصراعات بطرق السلام، ولا يمكن لدولة تؤمن بهذه المبادئ أن تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية كما أدعت نيكاراغوا في الطلب الذي قدمته، إذ يجب أن تثبت ذلك من خلال بيّنة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا ما افتكرت إليه.